حقيقة المؤتمر هو يعني يعقد للمرة الأولى حول الأمراض الوعائية الأمراض الوراثية والإعاقة. هلأ هالمؤتمر إجا يعني بتزامن مع اليوم العالمي لمنع الإعاقة اللي هو 3/12 تقريبا. يعني هدف المؤتمر الأساسي هو كيفية الحيلولة دون حدوث الإعاقة أو كيفية الوقاية من حدوث الإعاقة الناجمة عن الأمراض الوراثية. فكان مركز من الناحية العلمية على توضيح أسباب الأمراض الوراثية وكيفية الوقاية منها وتدبيرها. رح تم المناقشة تقريبا على 3 مستويات رئيسية. المستوى الأول هو الحيلولة دون حدوث الأمراض الوراثية، وهي بتم يبدأ من دراسة أسبابها والوقاية من الأسباب، يبدأ من الفحص قبل الزواج. إذا مثلا خاطبين مثلا معهم حاملين للتلاسيميا ممكن يجي الأولاد مصابين، كيف ننصحهم؟ يعني يبدأ بالاستشارة الوراثية قبل الزواج، ثم بعد ذلك التشخيص الوراثي قبل الانغراس اللي إذا 2 حاملين لمرض معين وليكن الليبر اللي بيؤدي الى التهاب شبكي صباغي بيؤدي لعمى، كيف ممكن نجيبوا اطفال؟ صار الزواج وخلص، صار فينا نعمل تشخيص وراثي قبل الانغراس وبالتالي نقدر ننقل لهم اجنه سليمه وبالتالي يخلصوا من هالمرض هذا. بعدين صار الحمل، كيف نشخص المرض الوراثي اثناء الحمل بدءا من الان اي بي تي، عزل الخلايا الجنينيه من الام، ثم بذل سائل الامنيوسي او خزع الزغبات الكوريونيه او المشيمائيه، طبعا بنشخصه وبالتالي الحيلولة دون حصول أو تطور الحالة باتجاه أيضا الإعاقة أو باتجاه. إذن يعني هون بالمستوى الأول بشكل عام تحت عنوان الحيلولة دون حصول المرض الوراثي المؤدي للإعاقة. هلأ المستوى الثاني بسموها الوقاية الثانوية، هي بعد يعني العنوان تبعها بشكل رئيسي عدم تطور الضعف إلى عجز، ضعف او المرض ببدايته، وهذا يركز طبعا بعد ولادة الطفل على التشخيص الباكر، العلاج الباكر، التغذية الجيدة، واعطاء بعض الأدوية التي تقلل من تحول هالمرض باتجاه العجز. اذا هي هي الوقاية الثانوية، وهي هون أهمية التعاون طبعا بالمستوى الاول هو دور جمعية المولدين النسائيين اطباء نسائية، بالمستوى الثاني هو دور اطباء الاطفال. هلا الوقاية الثالثية هي صار عنا الإعاقة، كيف بدنا إعادة تأهيل هالمعاق وكيف انخراطه بالمجتمع وتأمين العمل له ودعمه نفسيا وجسديا وماديا، بحيث أنه يصير عنصر فعال ما يأثر على المجتمع. بالعكس يعني هلأ التوجه لحتى نسمي هدول ذوي الاحتياجات خاصة بأنه ذوي القدرات الخاصة، أنه عندهم قدرات خاصة ممكن نستثمرها باتجاه المجتمع. فينا نقول 60-70% من الإعاقات في سوريا سببها زواج الأقارب، فبلشت الفكرة من هون، طورناها ليكون مؤتمر وعم نعمل نحن، خلينا نقول هذا المؤتمر الأول. طبعا هو عنوانه الأمراض الوراثية والإعاقة، بس بضمنه معظم الحديث راح يكون عن زواج الأقارب. هلأ ليش زواج الأقارب؟ لأنه ممكن 2 بيكونوا ظاهريا سليمين بس يتزوجوا، في نسبة من الولدان بتطلع بإصابات. هلأ بدي أحكي لك عن بعض قصص ممكن نسمعها، انه مثلا في كثير عيال عندهم 3-4 اولاد مصابين بالعمى، في عيال 3-4 اولاد مصابين بالصمم، الشلل الدماغي، التشوهات الهيكليه، طبعا اعداد كبيره تمام. وما بتخيل نحن وقت يكون في معاق بالبيت قديش بده ياثر، هي معاق واحد قديش بده ياثر على المنزل، قديش على الاسره، على المجتمع وعلى الدوله حتى. فتخيلي انه مثلا في عيال كثير بنشوف 1 و2 و3 اعاقات بالبيت. هلا نحن الهدف من الفكره كلها انه احنا بدنا نخفف من هي زواج الاقارب. هلا ممكن نقول نحن الفحص الطبي قبل الزواج والله مفيد تمام، الفحص الطبي قبل الزواج بيفحص لي التلاسيميا والمنجلي كمان، هدول ينجموا عن زواج الاقارب بتزيد، بس انا في عندي اكثر من 1000 مرض وراثي جسمي مقهور ينتقل عن طريق زواج الاقارب ما له تحليل. هذا بس يتزوجوا 2 ما بتشوف بلش تظهر الإصابات عند الولدان. نحن بدنا نخفف من هدول، بدنا نخفف من هدول الإعاقات قدر الإمكان. طبعا محاضرتي بالمؤتمر هي علامة من العلامات الإيكو اللي ممكن أنا من عن طريقة توجهني
نحو وجود عدة أمراض معينة، ومن ضمنها في أمراض وراثية تنتقل عن طريق زواج الأقارب. فأنا محاضرتي راح تكون على تدقيق هاي العلامة، هي الأمعاء عالية الصدى، وكيف أنا من هاي العلامة أنا ممكن أتوجه نحو تحريات أكثر عند هذا الجنين وعند والدينه أكثر. يعني مقصود بتشوه الأعضاء التناسلية هو أي طفل سواء كان ذكر أو أنثى أعضاء التناسلية الخارجية ما لها واضحة بشكل كامل، يعني ممكن يكون في مثلا إذا بدنا ناخذ عند الذكور يكون فتحة مثلا البول مالها برأس القضيب، أو يكون مثلا الخصيتين مالهم موجودين بالكيس الصفان، أو بالنسبة للإناث يكون في زيادة بحجم البزر، يكون الشكل ما له واضح انه هذا ذكر او انثى. فاي تشوه ولو كان بسيط عن الشكل الطبيعي اللي بنعرفه ممكن نعتبره تشوه بالاعضاء التناسليه. وطبعا في اسباب كثير وفي درجات كبيره من التشوه، يعني مثلا في ممكن يكون الشكل الظاهري ذكري تمام بس ما في خصيتين بالصفان، هذا حالة من الحالات اللي أنا محاضرتي حتحكي عنها اللي هو فرط تصنع قشر القذر. كونك نوهتي عن فرط تصنع قشر القذر، خلينا نعرف شو هو، شو أسبابه، شو آلية علاجه، ولا ما في آلية علاج؟ تمام. هلأ هو عبارة عن مرض وراثي بنشاهده أكثر بالعائلات اللي بيتزوجوا من بعض، بتكون الأم سليمة ظاهريا ولكن حاملة للمرض، والأب بيكون سليم ظاهريا ولكن حامل للمرض. فبيجي قسم من الأطفال هون بياخدوا مورثة من الأم ومورثة من الأب، فبيطلع عندهم هذا المرض. هذا المرض هو بيكون في خلل بالغدة الكظرية. الغدة الكظرية هي غدة موجودة فوق الكلية مشهورة أنه بتفرز الكورتيزول. نسمع نحن أنه الكورتيزول ناقص أو زايد، هي الغدة بتفرز الكورتيزول بس كمان تفرز هرمونات تانية. في هرمون بيحبس الملح، هو مسؤول عن الضغط الشرياني نزوله أو ارتفاعه، وفي كمان تفرز هرمونات من الغدة الكظرية. فوقت بيكون في عنا خلل بالخمائر يلي بتشكل الكورتيزول أو الأملاح الألدستيرون بنسميه، فبيصير عنا تصنيع خطأ، يعني في مادة زادت نتيجة أنه ما عم تتصنع فبيصير تصنيع لمواد تانية. وهون أكتر شيء بيصير تصنيع للهرمونات الذكرية من المنشأ الغدة الكظرية. فاللي بيصير إذا طفلة أنثى أثناء الحمل المصابة هي اللي بتتعرض لهرمونات ذكرية زيادة، فبيصير عنا إبهام بالأعضاء التناسلية، أعضاء بتصير أشبه للذكر ما بيكون شكلها أنثوي. طبعا هذا التشوه الخارجي، إضافة لأنه هون بهالمرض هذا ممكن يصير نقص بالأملاح، يعني الطفل ممكن يولد طبيعي بس بيكون في عنده، خاصة الذكور ما بيكون في عنده تشوه بالأعضاء التناسلية، بيكون في عنده إقياءات، فشل نمو، ما عم بيكسب وزن، بيتعرض لتجفاف، ممكن يراجع المشفى عدة مرات لأنه في عنده شوارد الدم مالها مزبوطة، عم يصير عنده صدمة، وفي كتير من هالحالات بيموتوا قبل ما يتشخصوا للأسف. يعني فالتشخيص المرض طبعا في فحوصات مخبرية ممكن يتشخص من وقت الولادة، وإذا يعني جاوزنا مرحلة الولادة ممكن يتشخص لاحقا. فالمظاهر الأساسية له أعضاء تناسلية غير واضحة بنسميها مبهمة، وأحيانا بيكون في تجفاف متكرر عند هدول الأطفال.